ولنقاش ملف الوجود الأمريكي في العراق وإعادة إدارة بايدن النظر في سحب القوات الأمريكية، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بكم سيادة العقيد. حياكم الله، تحية لكم ولضيوفكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك مجددا. بحسب شبكة Voice of America فإن إدارة بايدن ستعيد النظر في سحب القوات الأمريكية، كيف يفسر الموقف الأمريكي المتغير حيال الإبقاء على القوات الأمريكية في العراق أو سحبها؟ نعم، بداية لا شك بأن وصول إدارة جديدة للبيت الأبيض يترتب عليها وجود تغييرات مهمة في السياسة الداخلية والخارجية، وخصوصا السياسة الخارجية، وهذا الأمر ينعكس بشكل كبير جدا على الاستراتيجية العسكرية التي تتبعها الإدارة الأمريكية في المنطقة، كما أن تطور الأحداث في المنطقة يحتم على الإدارة الأمريكية إجراء مراجعات في فترات متعاقبة واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها، خصوصا وأنها لم تحسم موقفها في التعامل مع الملف الإيراني وإمكانية التوصل لتسوية مقبولة لجميع الأطراف. فواشنطن ترى في بقاء قواتها في المنطقة هي ضرورة تفرضها مصالح الأمن القومي الأمريكي، كما أنها هي ضمانة أكيدة لاستقرار منطقة الخليج العربي وضمانة أكيدة لإمدادات الطاقة وحرية الملاحة في الخليج، إضافة إلى أنه تنظيم الدولة لا زال يشكل تهديد كبير جدا في المنطقة، وترى بأن بقائها هو ضرورة لمواجهة تنظيم الدولة وبنفس الوقت للحد من النفوذ الإيراني والميليشيات المسلحة التي أصبحت عابرة للحدود ويمكن أن تشكل تهديد إلى الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وهي إسرائيل. لا. كما أن وقائها في المنطقة يعني حقيقة يأتي للحد من النفوذ الدول الكبرى خصوصا الصين وروسيا التي تريد التدخل في هذه المنطقة وبالتالي ملء الفراغ الناجم عن الانسحاب الأمريكي. لذلك يعني هذه المراجعات تجري من ضمن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية لإدارة بايدن. إلى أي مدى ستعزز هجمات مطار أربيل التي أوقعت ضحايا من الأمريكيين في تمسك القرار الأمريكي بالإبقاء على القوات الأمريكية أو حتى مضاعفتها؟ نعم، لا شك أن يعني عملية أربيل هي حملت العديد من الرسائل، يعني الرسائل الإيرانية لإدارة بايدن ولحكومة كردستان بنفس الوقت يعني. ولكن أنا أعتقد بأنه في تقديري بأن مسألة العملية التي جرت في أربيل ترتبط ارتباط وثيق جدا بما سيتم التوافق عليه ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الملف النووي الإيراني وملف الصواريخ البالستية وكذلك النفوذ المزعزع للمنطقة، النفوذ الإقليمي لإيران. وبالتالي نستطيع أن نقول إنها تجري من ضمن الرسائل المتبادلة ما بين الولايات المتحدة ولجس النبض ما بين الطرفين وما يمكن أن يترتب عليه، لأنه التهديد الأمريكي في إدارة ترامب كان واضح جدا بأنه إصابة أي جندي أمريكي سيكون هناك رد مدمر للجهة التي تقف وراء هذه الميليشيات. وبالتالي الرد الأمريكي الآن الذي يمكن أن يكون يعني والذي يترتب على هذه العملية لن يتعدى خطوط الميليشيات الموجودة في العراق، وبالتالي ستكون إيران في منها، وهذه الرسالة تريد أن توصلها إيران من عملية لأنها من ضمن أوراق الضغط التي تستخدمها ضد إدارة بايدن في سبيل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران والتوصل إلى اتفاق جديد بضمانة الاتحاد الأوروبي. بالحديث عن الميليشيات، كيف تتوقع ردود فعلها في حال بقاء القوات الأمريكية في العراق والذي يتزامن كذلك مع قرار آخر لحلف شمال الأطلسي نيتو بمضاعفة قواته في العراق؟ لا، دعينا نقول وهو ما هو رد إيران، يعني لأنه قرار المواجهة لهذه الميليشيات لا تمتلكه الميليشيات بقدر ما تمتلكه إيران. نحن نتكلم عن ميليشيات تابعة لإيران، وهذا القرار يتبع إلى إيران بالدرجة الأولى سواء كان عسكري أو سياسي، وبالتالي ما يمكن أن يترتب على الاتفاقات التي يمكن أن تبرم مع إيران في هذه الفترة هي التي ستحدد طبيعة رد هذه الميليشيات على بقاء القوات الأمريكية، خصوصا وأن حلف الناتو الآن يريد زيادة القوات إلى 10 أضعاف بحيث من 500 جندي إلى 5000 جندي في العراق. أضف إلى هذا بأنه لحد هذه اللحظة الاستراتيجية الأمريكية
غير واضحة المعالم، يعني هناك تقاطع مع الاستراتيجية التي أعلنها بايدن في مجلة تايم الأمريكية، الذي قال بأنه سيبقي على عمليات قوات خاصة في المنطقة بحيث تكون هذه القوات هي قليلة ولكنها قادرة على أن تفعل الكثير في المنطقة. عملية زيادة القوات، إذن هناك تغيير في الاستراتيجية، ورأينا بأن سوريا أصبح الأمر واضح بأنه عدم حماية آبار النفط والتركيز على مواجهة تنظيم الدولة. إذن نحن نتكلم عن استراتيجية تبنى من جديد سواء كانت في العراق أو في المنطقة للقوات الأمريكية، وهذا ما سيترتب على طبيعة الرد الذي يمكن أن يكون سواء كان من الميليشيات أو كان من إيران. شكرا جزيلا لكم الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام سيادة العقيد حاتم الفلاحي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.